بسم الله الرحمن الرحيم، هنتكلم دلوقتي عن شيفتات الصيدلية المختلفة وأفضل شيفت ممكن تشتغل فيه على حسب مثلا يعني حاجات كتير يعني هنقولها دلوقتي. يعني عندنا أول حاجة اليوم فيه 24 ساعة. شيفتات الصيدلية بتتقسم كالتالي، يعني اللي هو الصباحي من 8 صباحا لحد 4 عصرا، الشيفت التاني أو الوردية التانية اللي هو من 4 عصرا لحد 12 مساء، بعد كده شيفت النايت اللي هو من 12 مساء لحد 8 صباحا. ممكن نبتدي مثلا بشيفت النايت اللي هو مثلا من 12 لحد 8 الصبح. السؤال مثلا، هل في حد مثلا ممكن يشتغل بالليل بس؟ الإجابة اه، في ممكن يعني، بس أكيد يعني اللي هيقول اه ممكن أقل بكتير 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 اللي عاوز مثلا يشتغل بالنهار. يعني أكيد الشغل بالنهار ده طبيعي، يعني الشغل بالليل ده أكيد مش طبيعي يعني. فاللي بيشتغل بالليل مثلا، يا إما مثلا واحد مضطر إنه يشتغل ما لقاش فرصة إلا الفرصة دي فبيحاول مثلا يتشبث بيها، أو حد مثلا جديد في المكان مثلا في صيدلية ولا حاجة شغال 24 ساعة فبيخش حاجة زي كده، او مثلا يعني عايز يذاكر يعني. فشفت النايت له مميزاته وله عيوب، مثلا الساعه البيولوجيه وكده يعني. فمميزاته مثلا ممكن يتوفر لك مثلا يعني وقت معين 3 ساعات او ساعتين على حسب المكان وريتم المكان تذاكر فيهم، تحضر حاجه، طب بتاخد كورس، فانت يعني فده جزء مثلا النايت ده مثلا ممكن تاخد يعني عايز تتعلم، فاما تتعلم من المكان او مصدر خارجي يعلمك، ده المصدر الخارجي بيكون في شيفت النايت. لا، بعد كده عندنا مثلا شيفت الصباحي. الشيفت الصباحي ده مثلا بعتبره شيفت الورقيات، شيفت مدير الصيدليه، شيفت مثلا الراجل اللي بيطلب بيشوف ايه الحاجات اللي ناقصه ويطلبها، طب الطلبيه، طب مثلا التسويق، طب افكار، طب لو مثلا لو مكان جنب مستشفى، او مثلا ممكن يجي لك اوردر مثلا غالي جدا تفضل تجمع فيه طول اليوم، طب مثلا ممكن يقول لك اوردر شحن فتشحنه مثلا لمحافظه تانية. فشيفت الصباحي كله مثلا هو البلاننج والتخطيط. طب مثلا جالي تفتيش فالمفروض مثلا يكون واقف الصبح عارف وعامل مثلا، طب في مشكله طب يحاول يحلها. فالفكره فشيفت الصبح ده تقريبا انا بعتبره يعني شرط، يعني هو كريزه الصيدليه عموما يعني، او لازم اللي يكون موجود فيه شخص فاهم وعاقل ومر يعني بجميع التجارب وكده. وبرده ما ننساش يعني اللي هو القهوه والفطار وكده يعني، فده ميزه شيفت الصبح يعني. فشيفت الصبح انا بعتبره هو ليدر، يعني ليدر للشيفتين التانيين. يعني بالنسبه للشيفت التاني، هو شيفت مثلا الراجل التاني في الصيدليه، او الراجل التاني اللي يعتبر الراجل الاول اللي هو بيقود الصيدليه عشان يحقق تارجت الصيدليه او المبلغ المتحط ليها يعني. فدايما يعني غالبا يعني الرش اور بتاعت الصيدليه بتكون في الشيفت التاني يعني، فالتارجت والقائد والمبيعات وكده فبيكون في الشيفت التاني، فلو فلوس بيكون في الشيفت التاني. فانت لو عايز تتعلم من المكان، المكان هيعلمك حتى لو انت مش عارف اي حاجه خالص، بتروح في الشيفت مثلا التاني. فهنا نتعلم من ال3 نقط دول ايه. لو انت عايز تفتح صيدليه مثلا وعايز تتعلم ازاي تفتح صيدليه، خليك في الشيفت الاولاني بس، اكيد يعني لازم تكون مريت على الاتنين التانيين. لو انت مثلا عايز تاخد خبره بسرعه من الصيدليه، لا الشيفت التاني هيعلمك، او الراش اور عموما يعني على حسب المكان والراش اور هيعلموك. لو انت مثلا عايز تتعلم حاجه تانية، او واخد مثلا الصيدليه دي مثلا لقمه عيش عشان تعرف تروح لحاجه تانية او حاجه ابعد، النايت هيكون مناسب عشان يديك الوقت والمساحه مع حاجه تانية. وما بين ده كله مثلا، واحنا هنا في مصر معظم الناس برضو بتشتغل شغلانتين وكده يعني، فربنا يعين يا رب كل واحد. ودايما مثلا بياخد بارت تايم مثلا من الشيفت التاني، او بارت تايم مثلا ممكن يغطي حد اجازات، او بارت تايم مثلا يعني. فنفس الفكره دلوقتي ممكن شغال مثلا 8 ساعات في مكان ويزود مثلا 6 ساعات او 4 ساعات، او ممكن يغطي يوم اجازه. فالاماكن هنا مفتوحه جدا يعني. فبين ال3 شيفتات اكيد انت بتختار الشيفت المناسب ليك يعني. واكيد لو بنت يعني برضو يعني فنفس الفكره يعني، فما بين الولد والبنت يعني. فربنا يعين يا رب كل الناس، كل الناس اللي شغلانه شغلانه واحده، كل الناس اللي شغاله شغلانتين، وربنا يرزق كل الناس ويوفق كل الناس. شكرا.